إذن إخواني الكرام، تحدثنا عن كيف يكون التوكل في جلب المنافع للإنسان، وخلاصتها في قاعدة ذهبية: التوكل يكون أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها لا شيء. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها لا شيء. طيب، كيف يكون التوكل في دفع الضرر عن الإنسان؟ سواء ضرر متوقع أو حاصل. قال: لا يكون التوكل بأن أنام في أرض مسبعة، يعني فيها سباع، أو في مجرى سيل، أو تحت جدار مائل، وأقول الله عز وجل يحميني. هذا من الخرق وهذا من الجنون. وإنما يكون التوكل بالأخذ بالأسباب: أبتعد عن المناطق الضارة، أبعد سيارتي عن الأماكن التي ممكن أن يحدث فيها حادث، بعد ذلك أغادر بيتي، أطفي الأنوار، أقفل البيت وآخذ المفتاح، آخذ الأسباب، ثم أتوكل على الله عز وجل في أن يدفع الضرر عن بيتي، عن سيارتي، عن أهلي. تمام؟ هذا هو التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي عندما أهمل البعيرة فسرقت، وقال إني توكلت على الله، قال له: يا هذا اعقلها وتوكل. الله عز وجل في الجهاد يقول للصحابة: خذوا حذركم، يقول للمسلمين: خذوا حذركم. وفي صلاة الخوف يقول: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي آية: فليأخذوا أسلحتهم. وفي الجهاد يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة لم يقل: الله عز وجل يحميني ولا يستطيع أن أنزل. الله عز وجل كان يمكن أن ينزل جبريل ومعه البراق فيحمل الرسول من مكة إلى المدينة على البراق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم جميع أساليب الحيطة والحذر حتى وصل من مكة إلى المدينة، وقد فصلنا ذلك في فقه السيرة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار وقال لأبي بكر الصديق: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. طيب، هذا في إبعاد الضرر. ماذا إذا كان الضرر واقعا؟ نقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء، ما خلق الله من داء إلا وأنزل له دواء. وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. والمرض أنواع، إذا كان أو الضرر أنواع، منه مقطوع، يعني كأن الإنسان إذا امتنع عن الأكل أو الشرب يموت، فنقول ترك الأكل والشرب حرام. طيب، التداوي أنواع. تداوي يظن أنه يشفي فالأفضل تركه. إذا كان احتمالية استخدام هذا الدواء وشفاؤه للمرض عالية فنقول السنة التداوي. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله خلق الداء وخلق الشفاء. وقد تداوى السلف الصالح، وكان وعدد الذين تداووا من السلف لا ينحصرون، وترك الدواء جملة من الأكابر منهم أبو بكر الصديق. فلما دعوا له طبيبا قال: الطبيب قد نظر إلي وقال إني فعال لما أريد. وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قيل: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. طبعا هذا عندما تيقن بأن هذا أخذ الدواء أو عدمه لا يضر ولا ينفع، فهو قادم على الله عز وجل وأيامه معدودة. أما إذا كان هناك مرض قد ينزل بالإنسان، فالسنة والواجب عليه أن يبتعد عن الأسباب المؤدية لهذا المرض. فقد روي عن عمر رضي الله عنه عن الصحابة في قصة طاعون عمواس
لما قصد الشام ووصلوا إلى الجابية بلغهم أن موتا عظيما ووباء ذريعا في الشام. فافترق الصحابة إلى فريقين، فريق قال لا ندخل على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة، وقال طائفة أخرى بل ندخل ونتوكل على الله ولا نهرب من قدر الله ولا نفر من الموت. فرجعوا إلى عمر فسألوا رأيه، فقال نرجع ولا ندخل على الوباء. فقال له المخالفون أنفر من قدر الله؟ فقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب لهم مثالا فقال أرأيتم لو أحدكم عنده غنم فدخل في وادي، وهذا الوادي له شعبتان، شعبة خصبة وشعبة قاحلة، أيهما يسير؟ قالوا إلى الخصبة. وقال هذا نفس الشيء، أنا أقول أنه ترك السير في الوادي المقحل الصحراوي هو هروبا من قدر الله، بل هو انتقال من قدر إلى قدر. ثم سأل عن عبد الرحمن بن عوف، فجاء عبد الرحمن بن عوف فسأله فقال عندي فيه يا أمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الله أكبر. فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذه سنة في الوقاية وحصر المرض في مكان ومنع انتشار المرض إلى أماكن أخرى. ففرح عمر بذلك وحمد الله إذ وافق رأيه ورجع مع المسلمين من الجابية إلى الحجاز. بهذا القدر إخوان الكرام نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.